أشتيك بموضوع أهم بكثير من هذا. شغل عقلك معي وافهم اللي أقوله لك بالضبط. على طول يا شيخ، أنت عمر وأنا نفذ من يدك هذا لا هذا. أشتيك تواصل شغلك معي مثل ما كنت تشتغل مع دعاس. أش قصدك يا شيخ؟ قصدي أنت فاهمه يا سمعان، بطل لوك. أشتيك تنقل لي تقرير يومي عن كل ما يحصل داخل القرية. أشتيك تسمع لي وتعرف كل ما يدور خلف الأبواب المغلقة. أعمل حسابي من عدوي ومن حبيبي. بس أنا ما كنت أعمل هكذا يا شيخ أنور. سمعان، أقول لك بطل لغاية. انت ناسي كم انضربك من تحت راسك وكم سلخ وجلدي سلخ؟ لو ما سمعتني وانا اقول اننا شفت الشيخ دعاس وبيقتل صفوان وان عرف ابن الحاج ابراهيم بريء، ولا نسيت يا سمعان؟ لا شيخ انا ما كذبت، والله اننا سمعتك وانت بتقول هذا الكلام. انا عارف ان انت ما كذبت، لكن انا كنت داخل بيتي اتكلم مع الحمار حقي وما بجي حد جنبنا. يا شيخ عفى الله عما سلف، وبعدها كل من تحت راس الشيخ دعاسنا الذي قال لي اراقبك. انا كنت متاكد يا انور انك عارف شيء مخبي علي وان ابني عرفه بريء. الحاج ابراهيم؟ ايوه الحاج ابراهيم الذي حملك امانه يا انور وانت كذبت عليه. مو هذا الحاج ابراهيم جالس تجسس علي الا مو هو. انا ما اتجسس عليكم ولا هذه من عوايدي، انا سمعتكم بالصدفه. أصلاً كنت جاي لعندك علشان أشتكي لك، كنت متوسم في خير إنك تحل مشكلة أم زياد مع أخوها مسعد. يا ليتني ما جيت ويا ليتني ما سمعت. طيب يا حاج إبراهيم ادي لي فرصة بس أفهمك الموضوع. إيش عاد فهمني وإيش عاد قل لي بعد الذي سمعت لأذني؟ يعني أنت كنت عارف إن ابني مظلوم ورضيت على ذمتك وكتمت شهادة الله وشهادة الحق. يا حاج إبراهيم أنا كنت خايف من الشيخ دعاس. خفت من المخلوق وما خفتش من الخالق يا ظالم. أنا لو هدرك لك بالحقيقة الشيخ دعاس كان عيقتلني. أيش يعني قصدك؟ هو ما قتلكش، بالعكس يا أنور هو قتلك ألف مرة، قتلك أمام ربك وقتلك أمام نفسك وقتلك أمام ضميرك وقتلك أمام مجتمعك وقتلك أمامي. من اليوم يا أنور لا تعرفني ولا أعرفك، أنت من طريق وأنا من طريق.